برحب بضيوفي الكرام الاعلام وما ادراك ما الاعلام، وانتم عارفين حال الاعلام بسم الله ما شاء الله. كابتن عزمي مجاهد تحياتي لحضرتك. تحياتي لك. اولا بشكرك ولازم اشكرك قدام الملايين اللي بيتابعونا على اللي انت يعني قلته في حقي، وانا يعني ممتن جدا. والله زحمه ودورك الحمد لله دورك يعني الناس كلها تشهد به، ونتمنى ان الخونة والعملاء بتوع الاعلام الدعاره دول طب لما ياخدوا بالناس. لسه احنا ما بداناش، ده احنا من اولها عايزين نسخن. دكتور سامي عبد العزيز تحياتي لحضرتك. اهلا بيك سامي، تشريف ان وجودك دايما معانا. ربنا يخليك فندم. نائب تامر الشاوي تحياتي لحضرتك. اهلا بيك زحمه. اهلا وسهلا دكتور سامي. الاعلام، حال الاعلام شايفه ازاي؟ هل الاعلام منصف؟ الاعلام تجاهل كل حاجه كويسه في البلد وبيدوروا على السلبيات؟ الاعلام بيحاول هدم الدوله زي ما حاول قبل كده، بيساعد على محاولات هدم الدوله؟ الاعلام ابتعد عن المهام الاساسيه واصبح الاعلام نشطاء الان. دعنا نتفق على يعني ما ناخدش الاعلام في اجماله. نعم. ونقسمه الى دوائر. اتفضل يا فندم. في اعلام من المؤكد انه وطني، من المؤكد انه حريص على تدعيم أركان الدولة، لكنه من الناحية الأخرى أقدر أقول معذور. وفي إعلام من المؤكد أنه ممول ومدفوع سواء في الداخل أو في الخارج. طيب هبدأ بالشريحة الأولى لأني دائما بحب أبص في النص المليان كويس من الكوب. أستاذ أحمد دعني كده ويشرفني وجود سيادة النائب وكابتن عزمي أقول الآتي. أنت عندك حقائق على الأرض بتقول إيه؟ عندك رئيس من المؤكد أن الثقة فيه وفوطنيته وإخلاصه مسألة ما أعتقدش أن حد يعني يقترب منها، لكن يصعب عليك أو يصبح ليس من الذكاء أن تتعامل مع مواقف جديدة بأساليب قديمة. بمعنى إيه؟ هرصد لك كده خريطة مصر الحالية. ألسنا أمام إنجازات حصلت في هذه البلد في زمن قياسي؟ صحيح. ولكن هل سوقت صح يا أستاذ أحمد؟ لا، إما سوقت على إنها مناسبة وعدت، إما سوقت على إنها خبر وانتهى أمره، إما سوقت بطريقة جافة لم تجعل المواطن العادي يستشعرها. أنا هديك مثال. في حد من اللي قاعدين معانا دلوقتي يشك في إنه قضية الطاقة والكهرباء اللي حصلت في مصر في زمن قياسي قضية كانت في يوم من الأيام الشعب بيبكي ليلا ونهارا بتسطع علينا وإحنا على الهواء؟ طيب أنا هقول لك بقى الحكاية إيه. هل يا ترى قطع الكهرباء كان بيتوقف عند حدود إن ضلمة بتحصل؟ لا يا سيدي، لو جيت سوقتها تعالى سوقها من أبعادها المختلفة. ابدأ من أول منطقة وهي إن أنا كنت معايش الشعب في الضلمة، عايشته في الإيه؟ في النور. اتنين، احسب معايا يا استاذ احمد حجم الخسائر اللي كانت بتعود على الاقتصاد لما الكهرباء بتقطع عن ورش صغيره او عن مصانع كبيره. نعم. حجم خسائرها قد ايه؟ نعم. لسه بقى الحته الثالثه، لما يجي النهارده مستثمر عايز يجي عندك بيبحث هل عندك بنيه اساسيه متمثله في الطاقه. نعم. ولا لا؟ صحيح. احنا ايه اللي عملناه في الموضوع دون؟ قضيت عليه، سقفنا سقفتين لوزير الكهرباء ورئيس الجمهوريه وخلص الموضوع. مظبوط. ليه؟ لسه واقعين في خطأ يا سيادة النائب. صحيح. استخدام الأرقام الجافة دون شرح دلالاتها. أدي نموذج من النماذج. هاي. وأنا جاي لك اجتهدت اجتهاد ذاتي. جمعت لك في 3-4 دقايق بس بعض الأشياء التي لو سوقت لأغلقت المساحة على المعادي. كويس أوي. إذن دعنا نعترف في مساحة فراغ. الإعلام المصري سواء كان إعلام دولة أو إعلام خاص وطني ما ادهاش حقها من الاهتمام والتكثيف. نعم. أدي واحد. اتنين، سيد الفاضل، النهاردة أنا هقول لك معلومة. قصة الفساد، هل حضرتك في إعداد أي برنامج طلع المعلومة اللي هقولها لك دي؟ العام الماضي فقط هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الداخلية مع الزراعة استردت أراضي قيمتها ما يقرب من 140 مليار جنيه. 140 مليار؟ يسر. اللي كانت في مدينة السادات.
وجايب لك الرقم بالظبط بالظبط اهو الفريق مصر اسكندريه الصحراوي اللي كانت خلاص تقريبا تقريبا انت بتتكلم في يمكن حوالي 171 الف فدان. طب مين 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 مين, مين طب الله انت النهارده سايب اعلام معادي بيقول لك الفساد مليان في البلد. طب اليس ده قضاء على الفساد؟ طيب ثلاثة وهنا بقى سيادة النائب هيكون له باع فيها اطول. سيد الفاضل اول مره في تاريخ مصر يبقى عندها حاجه اسمها استراتيجيه 2030. استاذ احمد ما تاخذنيش اين هي؟ عرضت في ايفنت في حضور السيد الرئيس. عرضت بطريقه من وجهه نظري ليست ودوده ولا عاطفيه ولا مبسطه، مع انه الاستراتيجيه دي انا هنا خد بالك صح لا اروج للرئيس ولن اروج للرئيس ولا الدوله، انا هتكلم في تخصصي الشغل. في تخصصي. نعم. هذه الاستراتيجيه تفتكر يا استاذ احمد هتمشي على رجليها لوحدها تنفذ نفسها؟ محتاجه ايه يا فندم؟ محتاجه توعيه ان هذا الشعب نعلمه المسؤوليه. وهنا هالقي بتابعه على مجلس النواب، مجلس النواب فوق راسي وانا مستبشر بيه خير بالمناسبه. صحيح التجربه بتنضج، مش كل الناس مسيسين، مش كل الناس مستوعبين يعني ايه خطاب الراي العام، لكن هقول حاجه، هل دور مجلس الشعب يقف عند مجلس البرلمان مجلس النواب يقف عند حدود فقط مناقشه الميزانيه؟ لا يا سيدي، لو جه النهارده يناقشها لابد ان يوعي الشعب بانه عجز الموازنه اللي موجود في البيان بتاع الحكومه ده قضيه بلد مش قضيه حكومه. الحكومه دي مش حكومه شريف اسماعيل. شريف اسماعيل ده ممكن يمشي بكره. لكن في نهايه انت بتتكلم على ايه؟ دوله. على دوله. نعم. الله. طيب اين الجهد التسويقي الحقيقي في هذا الامر؟ طيب قناه السويس متروكه الان للضرب فيها. مش كده؟ وانت تعلم وانا اعلم وست النائب يعلم حجم ضخامه هذا المشروع وعوائده. بدات الناس تطلع عليه اقاويل. اذا ارجوك وافقني على انه احنا تركين مساحه من الفراغ تسمح لمن يتصيد لك ومن يهاجمك ان يهاجمك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لما بتعمل ده كلمت اهو هروح لسياده النائب. بيقول لك انت بتطبل للرئيس. ما انا بقول لحضرتك اهو كويس انت لما بتعمل ده بتطبل للرئيس. فانت طول الوقت يمسك لك النغمه دي. كويس كويس. ولما انت بتيجي لحاجه بتتكلم عليهم ما بيسووش على فكره، بيحضروا كل الحاجات. كويس. ولا يمكن يرجعوا يتكلموا ثلاث اربع كلمات. استاذ احمد امتى هقول بطبل للرئيس؟ ثانيه واحده انا بقول لحضرتك اهو اهو. لا انت بتتكلم على المشروعات، هل المشروعات دي بتاعه الرئيس ولا بتاعه البلد؟ بتاعه أيوة. الشعب اللي عملها هيستفيد منها الشعب بس. اذا انا امتى اقول؟ انا بقول لحضرتك اهو امتى اقول بطبل؟ لو انا قلت السيسي عمل السيسي. لا انا ما قلتش كده. لو تاخد بالك من كلماتي ده انجاز وطن. ده انجاز شعب. نعم. ده حاله. هو مين اللي حفر قناه السويس؟ نعم مصريين. المصريين. نعم. مين اللي عمل شبكه الطرق؟ نعم مصريين. نعم. مين اللي عمل ابراج الكهرباء ورجعها؟ مصريين. طب هقول لك نقطه اخيره بقى، وللاسف الشديد انا صعبان عليا، اعتقد من اكبر الانجازات وليقل من يقول اني اطبل للرئيس بقى في الحته دي، وضعك الدولي بعد 30 يونيو كان شكله ايه؟ انت تقريبا تكاد تكون كنت محاصر ومقاطع. نعم. من نعم. كبريات الدول. نعم. ذات التأثير. نعم. على المستوى. نعم. السياسي. صحيح. روسيا بقت معك. فرنسا. سيبك من المواقف المؤقتة الإنجليزية. كله كله كله. طيب السؤال. نعم. أليس هناك من رجل إعلامي رشيد يفسر لي عوائد هذا الأمر بدليل مين سابق أولاندو بكرة؟ نعم. مستثمرين. مين سبق روسيا؟ ها؟ المسلمين. الالمان النهارده. الالمان 122 رجل اعمال من اكبر رجال الاعمال النهارده. ده بقى يا استاذ احمد فمن فضلك تعالى نعترف. ده هيجي لك لو انت دوله فاشله او واقعه ولا ان انت دوله عندك استقرار. دعنا نعترف، دعنا نعترف ان هناك قصور. طيب. في حمل ما اسميه اجنده وطن. سياده النائب انه على مدى الايام اللي فاتت كله بيشتغل في اتجاه واحد، الاتجاه او الغالبيه عشان ما اقولش انه كله، البعض بيشتغل في اتجاه معين. الاتجاه المعين لو انا بتكلم على تيران وصنافير وضعهم ايه الكلام ده كله، والناس كلها بتنسى النهارده انه اللي بيحرك انزل ناس في الشارع يهتفوا، وبقى الموضوع تحول اسقاط الرئيس وليس الجزيرتين، ونسي مجلس الشعب اللي حضراتكم هتقولوا الكلمه بدون ان انتوا هتساندوا الرئيس او هتساندوا حد، انتوا هتقولوا الكلام بناء على اكيد وثائق. بتشوف هذا الامر ازاي في الايام اللي فاتت اللي هي بيتم استباحه
استباحة أعني الكلمة رئيس الدولة في شخصه. مساء الخير على حضرتك الأول طبعا. والسادة المحترمين، طبعا أنا مظلوم وسط قامة الإعلام يعني دكتور سامي. فضل كابتن عزمي. خليني أقول حاجة بس مهمة استكمالا الأول لي دكتور سامي. فضل خلينا نقول ان الاعلام او الرأي العام استاذ احمد روافد تشكيل وجدان الناس، سواء من الصحافة، تلفزيون، المسرح، السينما، السوشيال ميديا او المواقع التواصل. نعم. كل السبع تمن حاجات اللي بيشكلوا وجدان الناس هم دول ما يمثلوا الحرب المعلومات الحالية او الحرب المعلوماتية الحالية. انا حدي مثلين سرعة كده، يوم ما سيادة الرئيس افتتح 340 مشروع الناس اتكلمت على السجادة الحمراء. 34 مشروع. عفوا 34 مشروع. نعم. الناس اتكلمت على السجادة الحمراء. صح. محدش ذكر ال 34. نعم. مشروع. يوم ما سيادته كان في كوريا لا احنا ذكرنا وما اتكلمناش. عفوا يعني فندم انا بتكلم على الرأي العام. الرأي العام. نعم. يوم ما كان في كوريا واليابان محدش ذكر خالص ان الرئيس كان في كوريا واليابان وكانوا منشغلين. اليابان ما كنتش غير انا والكابتن عزمي كنا منشغلين في القضيه، بس حدش تاني كان في اليابان بعيد عن الناس. انا بتكلم يا فندم على الراي العام. ماشي. مش بتكلم ان حضرتك قلته انا عارف ما هو اللي بيقوله معروفين. بس انا بقصد الراي العام اتشكل ازاي. كانوا مشغولين شيرين كانت اعلنت اعتزالها وكان الراي العام ابتدى يتوجه ايام الرجيني وما اعرفش ايه والكلام ده. نيجي في تيران وصنافير. الناس اللي بتعترض على فكره ومنهم زملاء من الساده النواب عندنا في المجلس، ايه وجه اعتراضك؟ لما تيجي تساله مثلا ايه وجه اعتراضك؟ يقول لك اصل في خريطه سنه 1906 له. طب هات الخريطه دي، تفتح الخريطه وتلاقي الكلام اللي مكتوب، ما فيش حاجه مكتوبه عن تيران وصنافير خالص. نعم. يقول لك اصل بيقولوا. رجعنا لجمله اصل بيقولوا. بيقولوا. خليني هنا بقف بس عند المنطقه المهمه جدا. ودكتور سامي ذكرها تفصيلا اللي هي الماركتنج. التسويق. نعم. كيف تسوق الدولة لنفسها. النهاردة الدولة عاملة شغل داخلية متحسنة. نعم. ده ما بيشتغل كل ده بيحصل. لكن الدولة بتسوق ده ازاي؟ مش موجود خالص. وبالتالي مسألة تشكيل وجدان الناس والرأي العام اللي بقى ضد الدولة. لان انت سايب المساحة اللي هو الفراغ اللي اتكلم فيه الدكتور سامي، واحنا كأمن بقى كنا نسميه ايه؟ سياسة ملء الفراغ. احنا كنا نسميها كده لما كنت يبقى قدامي وقدام المنافس بتاعي على موضوع معين فراغ سياسي موجود او فراغ امني موجود، كنت اسعى لملء هذا الفراغ بكل انشطتي. هو استخدم ده كويس جدا، واستخدم ده كويس جدا برضه. ليه؟ هقول تعبير جديد معرفش الدكتور سامي اكيد ما هيوافقني فيه. في حاجة في العالم كله دلوقتي اسمها الحرب السيبرانية. الحرب الفضاء السيبراني. جملة يعني المختصين جدا بس يعرفوا اللي هي معناها ايه؟ ده. الفضاء السيبراني ده الدول النهاردة زي اسرائيل على سبيل المثال. على سبيل المثال. هي اكبر دولة في العالم. في العالم اكتر من الولايات المتحدة الامريكية. تملك اسلحة فضاء سيبراني. ايه الاسلحة فضاء سيبراني؟ مجموعة من بالبلدي كده أجهزة كمبيوترز معقدة جدا بإمكانيات ضخمة جدا، يملكها من يملك التكنولوجي نفسها علشان يقدر يحقق هجوم أو يدافع عن مصالحه لو حصل ضده هجوم. وطبعا في أمثلة كتيرة جدا حصلت على هذا الموضوع. نعم. وعملت وحدتين ثلاثة في صحراء النقب، الوحدة 8002 دي مشهورة، وحدة قديمة بتاعتها، وضمت عليها وحده جهه اسمها 8135، والاثنين تحت هيئه الاركان الاسرائيليه. دي تعتبر اكبر وحده فضاء سيبراني في الشرق الاوسط. تنشر شائعات، تعمل دي تحتيها بقى يا فندم. تحتيها حط زي ما انت عايز. تهاجم انت. ممكن تلاقي الفيسبوك مثلا. الفيسبوك في صفحة بتتعمل باسم الأستاذ أحمد موسى وبتتعمل باسمي. وممكن يكون بتعمل حاجات غلط. ولا بيكلموا يعني يخشوا يعملوا ممارسات غلط أو حاجة. نعم. ويبقى في الآخر أحمد موسى أو تامر اللي عمل أو هكذا. الغرض إيه؟ وده يمكن موجودة كمان في الإعلام اللي إحنا كنا بنسميه الإعلام المضاد في العمليات النفسية. ودي كنا بندرسها بالتفصيل طبعا في الأجهزة. نعم. أجهزة الاستخبارات. لما بتمارس عملية نفسية ضد دولة معادية بتمارسها ازاي؟ عندي رمز اسمه عبد الفتاح السيسي لازم اكسره. اكسره ازاي؟
اقول ان هو بيعود باع ارضه. واقول ان عواد باع ارضه، واطلع بقى ان مكتبه برلين فيها خريطه بتقول معرفش ايه، وان مكتبه الدوله العثمانيه قالت ده معرفش ازاي، وان في واحد عدى اول امبارح على عند في الكشك عند عم محمد قال وحلف على المصحف انه معاه خرايط فيها وانه كان عضو في اللجنه سنه 50. تبتدي تسمع ده، هو ده تشكيل وجدان الناس. للاسف الشديد، وانا بضم صوتي لصوت دكتور سامي، الصحافه لا تقوم بدورها. وخليني اقول برضو حاجه بدون ما اخد من وقت الكابتن عزمي، يعني في ثانيه واحده، تكوين الراي العام لدى الناس، انا هقول احصائيه في 2011، نرجع ورا كل ده بيتراجع. احصائيه 2011، 85% من المصريين بيكونوا راي عام من التوك شو، و15% من كل الحاجات الباقيه، الجرايد والسوشيال ميديا طول ما انا بتحرك قدام هتلاقي السوشيال ميديا بتاخد مساحه اوسع. لو رجعنا قبل 2011، وانا بقول 2011 تحديدا لانها مرتبطه، الملف ده مرتبط بينا كمصريين 5 سنين الاخرانيين. نعم. لو رجعنا قبل 2011 هتلاقي الجرايد كانت مساحتها اوسع، التلفزيون كانت مساحته اقل، وهكذا. من 2011 كل الناس قاعده قدام التوك شو. 85% من 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 تكوين الراي العام لدى المصريين من التوك شو. طيب نقف هنا، والتوك شو والكابتن عزمي مجاهد، ليك راي في الاعلام، الاعلام بتشوفه اعلام بيبني ولا اعلام بيهدم؟ اعلام بيساند الشعب بيساند الدوله، ولا اعلام بيخرب؟ في بعض الناس اللي بتخرب وليهم توجه، ولا هو بيخرب بس لمجرد انه يعني مش عاجبه اي حاجه موجوده النهارده في البلد؟ لا، هو مشكله مصر اعلام الاجندات. في اجندات يعني بتوجه الاعلام. ويمكن قبل ما اتكلم بس عايز اضيف حاجه للدكتور، ان الاموال العامه بالاضافه الى ال 140 مليار اللي قالهم الدكتور سامي، الاموال العامه قفشت آل حمزاوي في 25,000 فدان وغسيل اموال. مين آل حمزاوي؟ ولاد عم عمرو حمزاوي. ولاد عم عمرو حمزاوي. كام؟ 25,000 فدان بس. بس؟ 25,000 بس. وبالاضافه للدكتور سامي نسي برضه وسياده النائب، مساكن الشباب اللي معموله على احدث نظام. تمام. اللي اتعملت لما الرئيس فتح في الاسماعيليه وفي كذا منطقه وفي سينا. نعم. بس اتهمشوا. لا احنا ما كناش بنعدد لا لا دي مهمه يعني. دي مهمه. هو بندي امثله. ما انا فاهم. بس على نماذج. لكن لما نيجي نبص للاعلام، نبدا الاول من الاعلام في الرئاسه. الاعلام في الرئاسه، الاستاذه رشا علام. دكتوره. الدكتوره مفروض ان هي بتجيب رئيس المركز الاعلامي. رئيس المركز الاعلامي. هي خريجة جامعة أمريكية. والشلة اللي معاها من الجامعة الأمريكية ومن الجامعة الكندية. لما يبقى في ناس بيتعزموا في لقاءات الرئيس ده من شغلها، وبيجي بيجي ناس مش كل اللقاءات على فكرة، يعني مش في كل التقاءات كده معينة. بنلاقيهم بيتصدروا المشهد، بيخلي الواحد يجي بينه وبين نفسه. أستاذ أحمد يقول لك أنا آسف يا خوان. أنا آسف يا خوان. يعني كل من حرق وسرق ونهب، لا أنا آسف جدا، أنتم متصدرين المشهد. ليه ما يبقاش في جزء إنه في بعض الناس يعني ممكن العفو عنهم أو كده؟ ما أنا جبتك بسألك مرة. ما أنا جبتك مرة يعني كلب سويرس مثلا. مرة واثنين وثلاثة من غير ما نسمي. ما بسألش. أنا ما بسميش. بس أنا لما يجي واحد مرة واثنين وثلاثة وخطه هو ضد الرئيس، حتى بيخاطب رئيس الجمهورية، لابد ان يقول رئيس الجمهورية. مظبوط ولا لا؟ نعم. الاعلام، اعلام الدولة فين؟ مش موجود. طيب اما اجي انا ابص الاقي في اوضاع مقلوبة كتير، يعني اما ناس بتخش يقعدوا مع سيادة الرئيس وطلعوا يقولوا كلام الرئيس ما قالوش عن مبارك، وما قالوش ولا جاب السيرة دي، الرئيس مؤدب ما بيغلطش في حد. نعم. عشان يوقعوا الرئيس في ناس تانية، في كتل تانية. طب اجيبهم تاني وتالت. دي حاجة. ابص الاقي في اوضاع يا استاذ احمد مقلوبة. في اوضاع مقلوبة، ولازم من تصحيح هذه الاوضاع. يعني انا ما يعني انا باجي الاقي قاعد يعني قاعد على الطاولة جنب الرئيس من حرق مدرعات الاتنين، واحد حرق المجمع العلمي وفي السجن.
وواحد حرق المدرعات في مجلس النواب. الاثنين حاله واحده، يا اما الاثنين يتسجنوا يا اما الاثنين يبقوا بره. واللي في مجلس النواب يدفع اللي حرق، معلش هو بيقبض من مجلس النواب يدفع المدرعات اللي اتسرقت اللي اتحرقت يدفع حقها. لكن ابص انا مثلا الاقي يا استاذ احمد مثلا من ضمن الحاجات اللي تجننك، الاقي الرئيس في زياره مثلا بالخارج والاقي الاعلام كله انت بتهاتي من هناك وناس بتهاتي من هنا، اتنين ثلاثه يعني ما يتعدوش ما يجيبوش صوابع اليد، والاقي مثلا اعتزال الفنانه شيرين قالب الدنيا. لا لا انا قلت يمكن يومها انا قلت ان لازم الرئيس يقطع زيارته باليابان ويجي عشان شيرين اعتزلت. فنانة كومبارس راحت مثلا ضربت كمين، ايه اللي والله يا دكتور سامي هو فعلا الكلام ده تعتيم، سايبين مصالح البلد تعتيم موجه. تعتيم موجه. طب انا اجي اتساءل الوقت. ما يمكن هم بيدوروا على يعني حاجه كده ما انت عارف. لا ما هي سبوبه يعني ما هو في سبوبه كل ما الدولار بيعلى السبوبه بتكتر، يعني بيبقى عايز يعمل على حساب البلد على حساب البلد. انا باجي اتفرج، يعني بتقول هنا انهم ما بيدوروش مصلحه البلد ايه، يعني بدور انا هستفيد ايه يعني مش البلد تستفيد يعني ايه. طبعا يعني يا استاذ احمد يبقى الرئيس بيلف على كعب رجله، واجي ابص الاقي البرامج التوك شو الشرطه بتضرب الشرطه بتعمل الشرطه الشرطه الشرطه، ما حدش عاد بيسمع الكلام ده، الشعب ما عادش بيسمع الكلام ده ولا حد يصدق عن الشرطه. شفت امبارح ازاي تعالج اعلاميين ازاي امبارح؟ علاج يعني داعر. والله العظيم داعر. لما نشوف شويه يعني واحد طليق ناس كلها على بعتذر برضه على الكلمه اللي مش عايز كل شويه اقعد اعتذر على الكلمات. شيلها من المطبطه، شيلها من المطبطه، شيلها من المطبطه خلاص. كلمتين دلوقتي بعتذر عليهم. طيب شيلها من المطبطه. ده لسه ما بدأناش. يعني احنا يا استاذ احمد متصور ان احنا نترك هؤلاء الفسده اللي هم عايزين يهدوا الدوله ونقعد نتفرج عليهم الدوله تقعد تتفرج مش عليهم؟ لا مش بس احنا كمان يا كابتن انا اسف يعني استخدم اللغه بتاعتي انا مش لغتهم. بمعنى ايه؟ ايوه هو بيغلط وبيشتم وبيسب وبيعمل، ما انا استخدم اللغه بتاعتنا احنا الاحسن منهم. احنا يعني اخاطبه بلغه ثانيه مش لغته هو. في بص اصل في حاجه يا دكتور، يعني انا دكتور سامي حضرتك ليك دور وكل واحد يبقى له دور يدافع عن البلد. بس دافع عن البلد احنا ماشيين دلوقتي بطريقه القافله تسير والكلاب تعوي. ماشي انا لا ضد هذه المقوله، انا بقول القافله تقف وانزل ادي الكلاب دي بالجزمه واكمل بعد كده بالقافله. برضه بعتذر تاني. ماشي لا ده ليلتك بقى مش ممكن. اتفضل يا دكتور. إيه؟ ردا على سؤالك في نوعيه التغطيه اللي حصلت في الامس. ايوه انا الحقيقه ارى ان فيها جزء ايجابي وهقول لك دليلي في ذلك ايه. اتفضل. لماذا لم تجرؤ قناه الجزيره على نقل هذه الاحداث؟ لا عشان المملكه. لا مش لا بس إزاي؟ مش بس ده السبب. لا هقول لك ده احد الاسباب. ده السبب الاساسي استاذ. طب عندك حضرتك تحليل تاني؟ اتفضل. هقول لك انا ملهاش علاقه بمصر. امتى الجزيره كانت بتعمل هذا الكلام؟ لما كان بيكون الجزء ده مسكوت عنه في الاعلام الوطني. ادي واحد. اتنين خليه بقى معايا. توقعات الجزيره وغيرها انه حجم التظاهرات دي كان هيكون قد كده عشرات المرات. فلما نزلت التوقعات كانوا بيتكلموا على ملايين. ايوه لما نزلت التوقعات الى عشرات كان شيء طبيعي انهم ما يقربوش منه لان هم كانوا في تسخين قبل منه. وبالتالي لازم لانه بالعكس انت كل ما بتنقل الواقع ليه؟ لاني مش هقدر اقول ان كل اللي كانوا موجودين في الشارع كلهم متبعين. ما احنا قسمناهم. ايوه كان في شرائح. لكن هنا بقى ده اللي هم هتفوا ضد اللي قال لك ارحل، اللي قال لك يسقط حكم ايه، اللي قال لك الشعب يريد. واضح. هم دول اجنده واضحه ودول انا قلت عليهم لفظ واحد خونه. خلاص انما العاقل اللي قال رايه خلاص. طيب. ما اقدرش اتكلم. نصهم كان بيتفرج وكان يعني نص الناس اللي واقفه بتتفرج. هرجع لمقوله انا قلتها في اول حديثي مع حضرتك واكدها لي سياده اللواء. قلت لك لم يعد من الذكاء ان تتعامل مع مواقف جديده باساليب قديمه. المصطلح اللي اطلقه سياده اللواء تامر النهارده لغايه دلوقتي احنا مصر بنتكلم على حاجه اسمها حرب الجيل الرابع. صحيح. انا هفاجئك دلوقتي. حرب الجيل الرابع عبد الله يا استاذ احمد هي عباره عن ميليشيات مسلحه في مناطق متفرقه ضد الجيش والشرطه.
ثم بتعمل لك حاجة اسمها إنهاك القوى النفسية وتشتت الرأي العام وتفقد الثقة. ده كان الحرب الجيل الايه؟ الرابع. لا يا سيدي احنا دخلنا في حرب الجيل الخامس اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ بالمصطلح البلدي اسمها حرب الهجين. خليط من حرب عصابات، تشكيل كيانات صغيرة بيتم تدريبها على أعلى مستوى من الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة. جاي لك بقى شحن معنوي، مهاجمة مدنيين، ثم كمائن، ثم اختطاف. الخطورة بقى جاية في حاجتين يا سيدي، إلغاء مفهوم الدولة. الكارثة بقى بتيجي لك منين؟ يا ريتها بتقف عند حد التحالفات الداخلية. لا يا سيدي، هي بتعمل تحالفات مع الدول اللي مضادة ليك بحيث تبقى أنت في حالة حصار إلكتروني من كل زاوية. هرجع وأقول لك وأين نحن من ذلك. وحسأل أجهزة بلدي بوضوح، يا أجهزة بلدي يا محترمة، هل لدينا وبقولها بمنتهى الوضوح والأمانة، دي ما فيهاش سر، هل لدينا مؤسسات وطنية مسكت شباب مصر المخلص ودربته على التعامل مع هذه التكنولوجيا؟ أدي واحد. اتنين، مش كفاية انك تدربه، هل زودته بالمعلومات والصور المؤكدة المفحمة للحرب ضدك؟ لا، انا النهاردة جاي لك عشان اقول لك انا صادق مع نفسي، وعايز اقول لك بداية الضعف يا استاذ احمد بتبدأ من جوه المؤسسة. سؤال، امتى بتخرج مطالب فئوية من مؤسسة ما؟ نتيجة انقطاع القنوات الاتصال جوه هذه المؤسسة. سؤال، هو لما بيطلع لي بتوع الماجستير والدكتوراه معناها ايه؟ ان المؤسسة اللي بينتموا اليها ما قدرتش تفتح معهم حوار وتستوعبه. مصر هتفضل في حالة ارهاق. مش الرئيس قال انا بتعذب؟ هقول لك بيتعذب ليه؟ لسبب، لانه ما احناش كلنا شايلين كل واحد فينا مسؤولياته. دعنا نكون امناء مع استاذ احمد، ارجوك دعنا نكون امناء مع انفسنا. ما ينفعش رئيس دولة يشيل المسؤولية لوحده. شوف يا استاذ احمد، مين يشيل معاه يوم ما تتشال؟ دكتور مين يشيل معاه؟ هقول يا فندم مؤسسات الدولة كلها. قول لنا مين هم؟ هرد عليك حاضر. مفيش حد يشيل استاذ احمد. يوم ما بشوف اول حاجة بشوفها في اي جورنان بتديني صدمة في قلبي، لما الاقي استغاثة للرئيس، صرخة للرئيس، شكوى للرئيس. ده للاسف بقى بيفسر بره انها وان مان شو. معناها إن فين المؤسسات؟ فين المؤسسات؟ من اول مدير المديريه اللي في القريه. بالظبط يا فندم، اذا رئيس الوزراء. صحيح، انا بحترم برنامجك وبحترمك جدا، وانا جاي واخد قرار زي ما انت شايف كده مذاكر لك، لاني لابد ان اكون صادقا مع ضمير الوطني وضمير المهني. مش هطبل لحد ومش هقول كلام متزوق، لا، هناك حجز في مصر في التعامل مع الاشكال الجديده. ما زلنا بنتعامل معها باساليب التقليديه. مظبوط. سياده النائب، انه على مدى الاسبوع اللي فات طبعا عمليه التسويق والكلام وايه، وبدا الناس ياخدوا يعني سكك اخرى، خرج الرئيس اتكلم مرتين ثلاثه، برضه في محاولات، لانه الكلام ده ما حدش مش عايزين تعرض وثائق، برضه هو مقتنع. هل ده طبيعي؟ يعني بقى الناس النهارده اللي هم اصلا عمرهم ما دافعوا عن البلد، عمرهم ما دافعوا عن شبه، ده بالعكس بيبيعوا البلد، انه يجي النهارده يدافع عن ارض ثبت بالوثائق انها مش بتاعتنا، يجي يقول لك بعنا سوينا. وانت كنت في جهاز المخابرات الحربيه اللي كان يتراسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، وكنت اشتغلت مع هذا الرجل، ممكن تكلمني عن الجزء ده، الدفاع عن الدوله المصريه؟ هو يا فندم الجزء ده احنا عندنا سند العالم كله اتفرج عليه، 30 يونيو يعني من غير ما اتكلم عن اي تفصيلات، 30 يونيو ده الدليل على ان الراجل شال رقبته على ايده وكلنا كنا معاه. لا، الناس نسي ال 30 على فكره، نسي 3/7 يعني، هم اللي حضرتك بتتكلم، نسيوا الكلام ده خالص. لا هقول حسيت ان نسيوا اي حاجه حصلت في البلد، هم فاكرين لسه في زمن تاني خالص. هقول لسيادتك على حاجه، نسيوا ما كناش بنعرف ننزل من بيوتنا. هقول لحضرتك الدكتور سامي اتكلم في مساله مهمه جدا، ان وانا اتكلمت في حته ربطتها بيها، قلت انا عندي ادوات لتوكيل لتكوين وجدان الناس والراي العام، عباره عن 1 2 3 4 5. الادوات دي طول ما انا سايبها على اطلاقها، توقع ان ده هيتكرر في تيران وصنافير،
وهيكرر في عبد السلام النابلسي بكره، وهيكرر في الاهلي والزمالك، وهيكرر في الالتراس. الكره في ملعبكم انتوا مجلس النواب. لا ده ملوش دعوه بمجلس النواب. لا ليه ما ضوابط. حاول سيادتك هو انت النهارده هو مين النهارده بيدير الاعلام؟ هو مين النهارده مسؤول عن وعندك حد عندك راس بتدير حد مش عايز رقابه مذكور ولكن مذكور في الدستور ان انا عندي هيئه وطنيه للاعلام. نعم. يجي رئيس الهيئه الوطنيه نتعامل معاه، بس هو مش ده الموضوع. الموضوع ان انا الادوات، ما احنا والرئيس اتكلم في اكتر من مناسبه قال انا ما عنديش راس اتكلم معاه. الكلام ده قاله في التلفزيون. نعم. فلازم هيجي رئيس هيئه وطنيه للاعلام، ده لازم. ده موضوع منتهي، درجه وزير بدرجه مدير بدون درجه، بس يبقى في حد يبقى مسؤول منظم قدام الدوله. نعم. وانا على فكره كنت من اشد الناس المعترضين على الغاء وزاره الاعلام. بالمناسبه يعني انا هرد على الحته دي يا فندم. حضرتك عملت حلقه وانا كلمتك افتكر بعديها مع سياده اللواء عادل لما جالك وعرضته المستند. نعم. وشرحته للناس. انا بعتبرها حلقه تاريخيه حقيقي بجد، وبهنيك عليها تاني قدام الناس، لانك شرحت تفصيلات اللي ما عندوش فكره خالص عن الموضوع يفهم ان في قانون وان الموضوع ليه تاريخ. في بعض الناس بتتكلم على تيران وصنافير، بالمناسبه ان المجلس هيناقش ملكيه، المجلس مش دعوه بملكيته خالص. بالمناسبه يعني لان ما حدث من اتفاق هو اتفاق على جسر البري. وليس اتفاق على ان انا اديهم حقهم اللي عندي وترسيم الحدود البحريه. مش هديهم حقهم اللي عندي. انا بتفق على الجسر البري. يعني انا ما ينفعش ارجع اقول للناس اصل انتوا وقفتوا جنبي في وقت ازمتي وتعززتوا قدراتي العسكريه. بس انا بصراحه الناس عندي بتغطس هناك وعايزه الجزيرتين دول فانا هاخدهم. يعني منطق. ده احد النواب اللي يعني بعتبره انه المفروض حد مفكر وكويس، مش هذكر اسمه يعني، طالع يقول لك ايه اصل حتى لو بتوع السعوديه ما ياخدهمش، اصل دول بقوا بتوعنا بوضع اليد. وضع يد دكتور مفيد؟ لا مش هتكلم، مش هقول. لا دكتور مفيد قال في حضور الرئيس ولما كنا معاهم يوم الاربع مفيش حاجه اسمها وضع يد يا فندم. القانون الدولي مفيش كده حاجه خالص. اسمها كده في يعني مفيش حاجه اسمها وضع يد اللي عندنا. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. مفيش حاجه وضع يد اللي عندنا. هنقف هنا وهرجع لك بعد الفاصل. بعد الفاصل وبعتذر لو في اي كلمه راحت شمال او يمين او مين، بعتذر لاي حد مش يعني انتوا عارفين، ولكن الكابتن عزمي ولما نرجع مش عايزين بقى اعتذارات تانية. لا خلاص عدينا ايه فاصل اولاني، اعتذرنا ثلاث مرات وخمس مرات لاي حاجه جت كده في السكه يعني من الكابتن عزمي مجاهد، ان احنا ما نحبش كمان زي ما وعدنا حضراتكم من فتره كده مش عايزين ناذي اي حد ولا اي شيء، واحنا بنتكلم هنا عشان مصلحه البلد والموضوع ملهوش علاقه باي اشخاص. بنتكلم عايزين بلدنا ازاي نسندها، خاصه الاعلام انه ازاي يقف مع البلد في وقت الازمات، لان احنا في حرب. ازاي الاعلام المصري بالكامل يساند بلده، ما بتكلمش على ولكن الدوله المصريه نقف معاها ازاي في مواجهه القنوات الداعمه للارهاب والممولة من الخارج وأيضا ممولة من الداخل. بعد الفاصل هناخد اتصالات حضراتكم ورسائل حضراتكم. أرجع مع حضراتكم يا ضيوفي الكرام، هناخد اتصالات وعندنا رسائل كتيرة. أستاذة أمل مساء الخير، اتفضلي. مساء الخير يا مستر أحمد. اتفضلي. تحياتي لضيوف حضرتك. مبدئيا انا زعلانه منك من المدام اللي هي بتاعت وسط البلد دي، انك ما علقتش ان الداخليه مشت اللي كسروا العربيات وكسروا المحلات. لا ما هي قالت راحوا النيابه، ما عرفناش قرار النيابه ايه. النيابه قالت حضرتك ان النيابه طلعتهم. هل دلوقتي اي حد تبع الصحافه والاعلام يبقى فوق الناس كلها؟ يعني معقوله كده يا عالم؟ يعني حضرتك انا شايفه دلوقتي الرئيس بيتحاكم، الوزير بيتحاكم، كل الناس بتتحاكم، اشمعنى الصحافه والاعلام ما بتتحاكمش؟ معايا هي اكتر ناس مؤثره دلوقتي في الشعب. حضرتك انا متابعه موضوع الجزيرتين، بيبقى الضيوف معاها وثائق، معاها الوثائق تقول ان دول بتوعنا، وبرده المذيعين بيقوحوا. يعني انا مش قادره استوعب هم عايزين يعملوا. لا المذيعين فاهمين اكتر من اساتذه التاريخ والقانون طبعا، يعني اكيد طبيعي. طب يعني هل الدوله دلوقتي معقوله حضرتك سوري حضرتك اعلامي وصحفي في نفس الوقت، يعني معقوله انتوا تبقوا فوق الناس كلها؟ يعني لا مش صحيح، بنتحاكم. انا شخصيا يعني اكتر واحد اتحاكم في مصر تقريبا. انا اسمعنا بقى، اسمعنا حضرتك ولما واي حد تاني ممكن يقربوا له يعملوا مناحه بقى، لكن هي ناس بعينها تتحاكم، انما ناس ثانيه لا محدش يقرب لها.
ليه حضرتك يا جماعه لازم يبقى في قانون على الكل؟ اشمعنى هم؟ اشمعنى الصحفيين يكتبوا اللي هم عايزينه؟ الله ده بيتنازلهم عن قضايا يا استاذ امل، بيتنازلهم عن قضايا، بيرتكبوا جرائم وبيتنازلهم عن قضايا. ليه؟ ما هي ليه الدوله يعني سوري في النقطه دي بالذات يعني تامن قومي يا جماعه، يعني في النقطه دي الصحفيين ليه بتخاف منهم عشان صوتهم؟ طب ما احنا ممكن ننزل نصور. ده النشطاء لسه ما اتحكموش يا استاذه، النشطاء اللي خدوا تمويل رسمي نظمي فهمي عبد السلام نابلسي، تمويل رسمي يعني معلن يعني يعني كده يعني ما اتحكموش. كلنا شايفين الكلام ده. طب ما هو طب ما هو ده حضرتك بيجيب لنا احنا كمان احباط يعني، انتوا تحبوا مش عايزك بس يعني تحبطي ارجوك. لا والله لا. يعني ممكن ننزل لكم نعمل لكم المجانين في الشارع برضه ونقول لكم احنا نشطه واحنا مش عارفه ايه. ما هو ما هو مادام ده النظام دلوقتي الناشط والصحفي والاعلامي هم هم كلمتهم فوق فوق الناس لا كلها. لا هو مفيش حد فوق الناس والقانون على الجميع ولازم تطمني يا فندم. ما انا بقول لحضرتك اهو هي المشكله. ما انا اسف اني بقطع حضرتك وهسيب حضرتك، انا اسف تكملي انه مفيش حد فوق القانون. المفروض ما يبقاش حد فوق القانون، اللي يرتكب جريمه لازم يحل القانون ارجوك. وده نقوله لمين؟ ده نقوله لمين حضرتك؟ اديكي بتقولي. طب ما هو الناس كلها بتقول، هو مش حضرتك انا بس، ده مين نوجه الكلام ده لمين؟ اذا كان ده احنا اللي شايفينه دلوقتي، احنا على الفيسبوك برضو احنا الناس بنقعد نتكلم، زي كلنا عندنا نفس النقطه ان اشمعنا الصحافه والاعلام اياهم طبعا يعني احنا بنتكلم على ناس معينه ما بنشوفش عقوبات. هل هم عشان بيخوفوا الدوله ان حتى المدام اللي كانت بتتكلم مع حضرتك بتقول لك ايه؟ بيقولوا لهم اصل احنا مش عارفه ايه، هنهيج عليكم منظمات وبره. هل هو ده النظام دلوقتي؟ ده واحد من بتوع الخارج دول بنته عندها 8 مليون بس وعندها 8 سنين، يعني في السنه عملت مليون. طب اتفضل حضرتك 8 مليون وهي عندها 8 سنين. طب يبقى عندها 48 سنه يبقى عندها كام مليون ولا كام مليار؟ يبقى عندها مليار. حاجه غريبه يعني برضه. ده يرضي ربنا يعني. هو فين؟ وبيتكلموا عن يعني ما تدوسيش على الجرح لو سمحتي. بشكرك. الو الو احمد. استاذ علي مساء الخير، اتفضل. استاذ علي حسن اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. اتفضل يا فندم. اولا انا بيؤسفني ان قيادات في مؤسسات صحفيه قوميه يشغلون مناصبهم حتى الان بالمخالفه لاحكام القانون والدستور، لا سيما بعد انتهاء مدتهم منذ اول يناير الماضي، لكن في مراكز قوى وراهم بتبقيهم في مناصبهم بالمخالفه للقانون يعملون ضد الدوله المصريه. رايت رئيس مجلس اداره احدى المؤسسات القوميه وهو بقاؤه باطل ويعلم ذلك يكتب ضد الدوله المصريه فيما يتعلق بقضيه الجزيرتين السعوديتين. الامر الاخر رئيس تحرير صحيفه قوميه كبرى كتب مقالا ضد مصر من اجل اضعاف موقفها في ازمه روجين او الاساءه الى مصر دون وجه حق، وكتاب وتلميحات بمعلومات غير صحيحه تضر بمصر وسلامه مصر. لتحمن هذا الامر ان تكون بعض الصحف القوميه والمؤسسات الصحفيه القوميه قياداتها تمثل خنجرا في ظهر الدوله المصريه، وهناك من يحميهم ممن يمثلون مراكز قوى داخل الصحافه المصريه، اولئك الذين عرقلوا اصدار التشريعات الصحفيه والاعلاميه عبر 26 شهرا وما زالت المؤامرة مستمرة حتى يتمكن هؤلاء من دور لهم في نشر الفوضى داخل البلاد والعبث ضد مؤسسات الدولة قريبا. وحضرتك عارف انه قانون التشريعات وهتروح مجلس النواب خلال يمكن الاسبوع ده او اللي جاي، اعتقد انهم بينجزوها ومجلس النواب هو اللي فصل في النهاية. وانا بحييك وبشكرك يا استاذ علي، شكرا لحضرتك. استاذة ليلى مساء الخير، اتفضلي. مساء النور. أهلا. احب اناقش حضرتك بس. الو اهلا بيك، اتفضلي. احب اناقشك بس في موضوع الجزر. هما بيقولوا بيحتاجوا انها بوضع اليد تبقى تبع مصر. يبقى فلسطين اسرائيل احتلتها من سنين طويله، يبقى بوضع اليد اصبحت ملك لاسرائيل مش لينا احنا. صحيح. هذا تعليل غير مظبوط اللي يقول بوضع اليد. احنا كنا نقوم يعني مع... يا فندم بوضع اليد. لا يا فندم انا اسف معلش، احنا كنا بنقوم بحمايه الجزيرتين ومش وضع يد ولا احتلال. ايوه ما ده اللي بقوله. انا بقول لحضرتك اسرائيل دوله كيان صهيوني محتل غاشم،
احتلوا اراضينا لحد النهارده، محتلين في لبنان ومحتلين فلسطين ومحتلين الجولان. فلسطين دو اسرائيل دوله احتلال، مفيش مقارنه ابدا يا فندم. اتفضل. انا عايزه الاخوان بقى والعملاء يعرفوا الكلام ده. العملاء يعرفوا الكلام ده، والاخوان اللي بيقولوا وضع اليد تبقى لينا. عارفه ممكن نقول لحضرتك حاجه، يعني الاخوان وغيرهم والطابور واياهم واللي زيهم بالظبط، لو كنا خدنا الجزر دي كانوا عملوا مظاهرات نرجع الجزر للسعوديه طبعا. انها مش بتاعتنا. يعني في كلا الحالتين ما كانوا هيعملوها هيعملوها. انا عارفه هم عايزين يعملوا في دماغهم يعني. طب معلش بس اقول نقطه على القرضاوي لو سمحت. خدام قطر. ايوه حط بصمه، يعني بصمه فعلا انه خاين وعميل وانه امريكا هي اللي بتحرده. دليل بقول للاخوان قوموا واطلعوا، وامريكا معاكم واوروبا معاكم، ده يعني علنا انه هو تبع امريكا. بس حابب اقول بشكرك يا فندم دول. بشكرك يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. استاذه نهى. الو. ايوه استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي. معلش انا بعتذر، بس هتكلم عن حاجه خارجه عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. بس انا بكلمك في مشكله 1300 شاب وفتاه في الشارع. احنا كنا بنشتغل في النيابه الاداريه بمرتب 248 جنيه. النيابه استغنت عننا وعملت مسابقه في محافظات كتيره ما فيهاش المسابقه، ومحافظه القاهره والجيزه اللي فيها المسابقه اتقبل منها اثنين بس من المكلفين. احنا رحنا مجلس الوزراء، رحنا مجلس الشعب، ومتمرمطين في الشارع يا استاذ احمد. معانا ناس 39 سنه، معانا ناس 33 سنه، معانا ناس ارامل، ناس مطلقات، ناس عندها كانسر، وكلنا في الشارع دلوقتي مش لاقيين حد يسمعنا. ابوس ايدكم يا جماعه اسمعونا، احنا شباب ومرميين في الشارع، والرئيس بيقول دعم الشباب. الرئيس يسمعنا، يشوفنا، يشوف حالنا. احنا قابلنا الشغل سنه وسنتين ب 248 جنيه. ما احنا لسه ضيوف الكرام بيقولوا انه مش كل حاجه الرئيس، في مسؤولين، في وزير عدل، في رئيس وزراء، في حكومه شغال. يعني هو ده يعني ما يبقاش ان احنا لسه دكتور سامي بيقول انه الخطا ان احنا كل حاجه نقول الرئيس. ما عندنا مجلس نواب وعندنا حكومه. الرئيس عنده مسؤوليات، والله يكون في عونه ان هو على البلد والبلاوي اللي فيها، ربنا يقويه عليها. بس اي حد يسمعنا، احنا وقفنا قدام مجلس الوزراء اكتر من 10 مرات، حاولنا نوصل لاي مسؤول، ما حدش بيسمعنا يا استاذ احمد. احنا تعبنا، احنا تعبنا. طيب يا استاذه نهى، سيبي تليفون حضرتك وان شاء الله نحاول نشوف الحل ده مع يعني اي مسؤول، وانا اعتقد انه يعني هيبقى في تواصل مع حضرتك. بشكرك فندم. استاذه سلوى، مساء الخير، اتفضلي. مساء الخير يا استاذ احمد. اتفضلي يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك. بص انا بس عايزه اوجه كلمه للاعلام دلوقتي، واقول لهم لما مدير العلاقات العامه للاعلام الفضائي كله داس ضابط شرطه، انا ما سمعتهاش ولا حتى لو كان بالصدفه، حتى لو كان بالصدفه، حتى لو كانت بالصدفه، وانا مستعده ادفع عمري كله لو كنت سمعتها من اعلامي. دي حاجه. ممكن تقولي لي معلومه ايه مدير اعلام؟ مدير العلاقات العامه للاعلامات، اللي هو الاعلام بتاع القنوات الفضائيه. مش تبعنا عندكم. مش احنا يعني. لا انتوا، لا انتوا، انتوا حاجه ثانيه. انتوا احنا، انتوا احنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا امبارح كنت ماسكه اكياس ميه نار وبقولها علني، وبقول للنائب العام بالمره، يا سياده النائب العام، لما انت قلت الحظر، ممنوع الحظر في قضيه التمويل الاجنبي وقضيه القضيه 250، ليه ما عملتش حظر على روجيني؟ ها، ممكن ترد عليا حضرتك لو سمحت يا سياده النائب، مش عام، لانك ما تخصنيش بصراحه، لان الوقت وقت وجود، ومصر لازم تبقى موجوده. النائب العام موجودة. ده محامي الشعب يا فندم، النائب العام. خلاص انا قلت، انا قلت، انا قلت، انا قلت، مش هفضل قاعده اتفرج على بلدي. دي حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا خدت اكياس ميه نار ونزلت امبارح، انا ما حشونيش غير الشرطه عند الاستقامه، وانا بقول اهوت اللي هينزل ويعدي من عند النهضه انا هدلق عليه ميه نار. حقوق الانسان، حقوق البدنجان المشوي، انا عايزه اتحاكم في محكمه جنيف في الهاج. اما بقى للي عنده 62 سنه اللي ما اشتغلش خالص وعايز اول ما يشتغل يشتغل رئيس جمهوريه مصر العربيه، انا بوعده من مكاني، انا بوعده. وعلى فكره المخابرات عارفه ان هو رجل ايران، وعارفه ان هو اخواني، بس المخابرات عشان عندها اخطاء فمش هتقول، هي مش هتقول. انا يا استاذ احمد قررت اعمل قناه في الشارع. استاذ احمد عايز ايه يا فندم؟
انا خلاص هاخد قرار وهنزل اعمل قناه واقعد في الشارع بترابيزه واجيب اللي عايز نسكافيه. مش هم بيقولوا حريه الراي وانا خلاص هدافع على بلدي بطريقتي. تعالوا بقى وهقعد اقول بالاسم واشاور بالاسم على الاعلاميين. اما القنوات الفضائيه لو سمحتوا ادفعوا فلوس الضرايب اللي عليكم. ها وانتوا ما كنتوش معانا في 30/6، انتوا كنتوا عايزين تهبروا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد سنتين تطلعوا تقولوا ان هو فاسد. وانتوا اللي قلتوا فلسطين مبارك محاصرها، وانتوا اللي وقفتوا وقلتوا الشهيد البنجو. وانتوا انا عارفاكم بالواحد يا استاذ احمد. انا شاورت على هشام الجخ، انا مشاور عليه من زمان قوي قوي قوي، وعلاء الاسواني لما راح هناك عند مجلس الوزراء لحركه ستة ابليس وقال لهم في كاميرات انا كنت واقفه. يا استاذ احمد انا بحمد ربنا ان اللي حصل ده كله في الخمس سنين ان انا كنت مطلقه، لاني لو كنت متجوزه كنت هتطلق عشان انزل امشي في شوارع مصر واشوف ده بيقول ايه وده بيعمل ايه. اللي كان عايز ينزل اللي عايز وعلى فكره انا بقف قدام الجرايد وبقول لهم وبقولها اهو للشعب المصري، انتوا اللي بتقووا دول. ما تشتروش جريده مصر اليوم، وما تشتروش جريده الشروق، وما تشتروش جريده صوت القمر بتاعت عبد الحليم قنديل. مش سامع انا وما تشتروش بتقول ايه؟ مش سامع بتقول ايه حضرتك؟ بقول للشعب ما ينزل. بقول استاذ احمد سامعني؟ اي سامعك يا فندم. سامعني كده؟ اي يا فندم. انا بقول للشعب المصري ما يشتروش جريده مصر اليوم ولا جريده الشروق ولا جريده ولا اي جريده ولا الجريده القوميه اللي فيها احمد النجار. بس طيب متشكرين، ده الجورنال بتاعي، بشكرك. شكرا استاذ سلوى. استاذه وسام مساء الخير، اتفضلي. مساء الخير يا استاذ احمد على حضرتك وعلى ضيوفك. اللي انا مسميه اللقاء ده لقاء السحاب النهارده. اتفضلي يا فندم. انا بعد اذن حضرتك تسمح لي انا حابه اوجه كلامي للعظيم الاستاذ سامي، الدكتور سامي عبد العزيز. اتفضلي. وعايزه اساله كام سؤال. دكتور سامي، انت يا ترى حضرتك تبرر ايه ان المجموعه اللي بيطلق عليها النخبه اللي دايما السيد الرئيس بيلتقي بيهم، واحنا عارفين كشعب وطبعا اكيد مؤسسه الرئاسه واللي فيها عارفين الناس دي ولاءهم مش للسيد الرئيس، بما فيهم للاسف الاعلاميين اللي برضو السيد الرئيس بيبقى فيه اصرار بتواجدهم في كل لقاءاته، ومعروف ايه توجهاتهم حضرتك، ومش ضد وهم مش مع البلد ومش مع الرئيس. واكبر دليل او اثبات على كلامي لان هم بيحضروا المقابلات بتاعه السيد الرئيس وكلماته، وبيطلعوا حركة من خلال البرامج بتاعتهم بيغيروا خالص او يتلاعبوا بالكلام حضرتك. فيا ترى ايه الاصرار؟ وهل يا ترى هم دول النخبه؟ ده احنا 90 مليون يا فندم، يعني مش بتلاقوا او اللي زي ما استاذ احمد او سوري دكتور الكابتن عزمي كان بيقول هو ما فيش غير المجموعه دي، ايه الغرض؟ دكتور ثاني، الشارع فيه سؤال، النبض الشارع فيه سؤال، ليه احنا حاسين كويس ان اللي بيحصل او بنشوفه من مؤسسه الرئاسه مش ماشي خالص مع مطالب الشعب، او بالعكس احنا بنحس ان في اثاره للشعب؟ دي حاجه. السؤال الثاني انا حابه اوجهه لتامر بيه. بقول له يا تامر بيه، انتوا كمجلس نواب واخترناكم كويس، يا ترى انتوا ايه هيكون موقفكم لو فعلا زي ما احنا بنقرا وللاسف برضو من خلال مواقع التواصل ان اللي امبارح اللي تم القبض عليهم تم اخلاء سبيلهم؟ هل ده ينفع؟ طب يا جماعه يعني هي الشرطه بتتعب نفسها وبتنزل وبتعمل وبتمسك المظاهرات، والمظاهرات دي على فكره هم نزلوا حضرتك من غير ما ياخدوا اي تصريحات ومحدش وافق لهم، والشرطه سابتهم نزلوا وحمتهم لما الناس طلعت ضربتهم كويس، ولما جم اتقبض على منهم نفاجئ النهارده ان هو بيتقال وبنسمع انه تم اخلاء سبيلهم. هل يعقل يعني؟ طب فين مجلس النواب المفروض بيتكلم بقى عننا؟ قلت كده ما ينفعش، ما احنا لازم نطبق يا في قانون يبقى في دوله، او ما فيش قانون يبقى ما فيش دوله. لكن بالمنظر ده كم التساؤلات اللي عند الشارع في نبض الشارع
عند حضرتك حق، وخاصه ان هم كسروا حاجات ناس، كسروا حاجات المواطنين، يعني ارتكبوا جرائم اتلاف مال خاص بالمواطنين، ففي ده بيعاقب عليه القانون. اما تفرج عنهم هينزل لك بكره وبعده، وهتفرج عنه يبقى احنا عندنا ازمه، مفيش قانون. استاذ حسام مساء الخير، اتفضل. السلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا حسام نجم المرشد السياحي. اهلا بيك. وبمسي على ضيف حضرتك. اتفضل يا فندم. على كابتن عزمي وعلى النائب المحترم تامر بيه. والدكتور سامي. الدكتور العظيم دكتور سامي. اتفضل يا فندم. انا كنت عايز اسال الاسئله بتاعتي، هي اسئله للضيوف واسئله لحضرتك على طول على صيغه اسئله. هو اما يطلع اعلامي سين من الاعلاميين بيتكلم عن تمكين الشباب والشباب الشباب اللي بيكلم عن حضرتك عنده 43 سنه، وطبعا حضرتك انا جيت مع حلقه مع حضرتك قبل كده، انا مرشد سياحي. حصلت الاحداث بقى لي 6 سنين في البيت، 5 سنين كان عندي 38، اعتقد ان انا شاب يعني، اعتقد ان انا شاب. طيب لما الاقي الزميل الاعلامي او الاستاذ الاعلامي شغال في قناه بالليل في برنامج توك شو، والصبح في راديو، وبعد كده شغال رئيس تحرير مجلتين، ويقول لك تمكين الشباب، هو تمكين الشباب في الاماكن السياسيه بس؟ لازم يبقى الشاب يبقى رئيس جمهوريه؟ لازم يبقى نائب برلمان على طول؟ رغم ان الوظائف دي تحتاج خبره. طب ما تسيب مكانك يا استاذ فلان ويا استاذ فلان لشباب جديد نكتشف مواهب. الاعلام يا فندم انا اسف في الكلمه منفلت، ومحتاجين تشريعات قويه، ومحتاجين ضبط ان كل واحد ما فيش اعلامي. مش معنى حضرتك طالع في توك شو تكلمني او اشوف حضرتك 3 ساعات يوميا يعني يبقى حضرتك فاهم في كل حاجه. لا ما فيش حاجه، فيش حاجه اسمها كده. توك شو يعني بيجيب الضيف، ممكن نجيب ضيف متخصص يدي وجهه النظر المعينه. انا شايف ان الاعلام محتاج اكتر من كده من الرئيس نفسه، من رئيس، عشان ما فيش للاسف وزير اعلامي. انت حضرتك بتقول مش كل حاجه على الرئيس، الرئيس اللي عامل في نفسه كده. هو لازم يبقى كان في مفروض يبقى في وزير اعلام، لابد من وزير اعلام. انا بقول تاني لابد من وزير اعلام، ما فيش دوله في العالم ما عندهاش قناه. لازم تغير الماده في الدستور، هو لان الدستور غيرت ما بقاش في وزير اعلام في المجلس الاعلى للاعلام. مين اللي عمل الدستور؟ النواب اللي موجودين مع حضرتك ممكن يتبنوا الموضوع ده، وهم اللي يعملوا الماده. الدستور اللي معمول ده لازم يتغير، لازم يبقى في وزير، لازم يبقى في قناه تعبر عن وجهه نظر الدوله. مش الرئيس يبقى بيفتتح مشروع ونطلع واحد تاني يقول لك اصل بيسفه منه او سيء من الناس. لا مش هينفع الكلام ده خالص. كل دوله محترمه ليها جورنال وليها قناه لازم تعبر عن يا استاذ حسام. قبل كمان ما اروح للاستاذ الكريم، جماعه الاخوان الارهابيه بتستخدم 27 قناه وموقع وجورنان ضد الدوله، 27 ده جماعه. انت في مصر قولي بتستخدم قد ايه؟ بشكرك يا استاذ حسام. استاذ كريم مساء الخير، اتفضل. الو. ايوه يا فندم، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. بمس على حضرتك وعلى كل ضيوفك كابتن عزمي وسياده النائب المحترم كريم. اتفضل كريم حسين، اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير يا فندم. دلوقتي كابتن عزمي قاعد معاك ويقدر يقول لك كريم حسين ادمن اسف يا ريس كلمه كم مره وقال له ان احنا مستعدين نعرض فيديوهات لكل من تآمر على الدوله او كل من يشتم الرئيس السيسي، واساله هو قاعد قدامك اهو وهو كلمني كذا مره. فما يجيش دلوقتي يا فندم لاختلاف وجهات النظر بين شاب صغير غيران على ارض وطنه، ان احنا عشان رفضنا ان احنا موضوع الارض طلعت بالشكل اللي خرج به للاعلام يخوننا على اخر الزمن، يقال علينا ان احنا خونه. هل يرضي هذا كابتن عزم او يرضي كل موجودين؟ طب خليني هسالك سؤال كريم، خليني بس يا فندم. معال ينفع ان معسكر 30 يونيو يشتت او يفرزن فيما بينه لمن هذه المصلحه؟ المصلحه دي لمين كريم؟ هل انتوا وجهتوا دعوه تنزلوا مع الطابور الخامس والخونه وانت تحالفت معاهم؟ طب انا هسيب حضرتك انت ترد. انا بس لا معلش، مش انا اللي بسالك دلوقتي، لانه اتقال ان انتوا وجهتوا دعوه للناس تنزل. هل عملت ده؟ صاحب يا فندم، صاحب الاشاعه دي يا فندم ناس مغرضه، دورهم ان هم يبعدونا عن الرئيس السيسي ويبعدونا عن الدوله. انا باكد تاني ان احنا اخر مكان في العالم ممكن ننزل يا راجل. ده انا كنت في 30 يونيو انا ساكن في الهرم، كنت بروح كل يوم مصر الجديده علشان اقف عند الاتحاديه عشان ما عادش عندنا التحرير. تقول لي انزل معاهم مدير التحرير؟ ده على جثتي. لا فما ينفعش يقال احنا ننزل مع الخونه.
لكن مين اللي قال يا كريم عليكم معترض؟ محدش قال لا لا يعني لا يمكن في اي لحظه ان انت انه تم استغلال هذا الامر وتقال انه في ناس منكم نزلوا امبارح البعض. انا بقول لك الكلام المتداول عشان انت انت تقدر تقول لكن تعبر عن رايك كيف زي ما انت عبر عن رايك. انا بقول لك عبر ولكن لا تتحالف مع الخونه ومع الارهابيين ومع الاخوان. انا عارف اكتر واحد عارف كريم حسين عليه. كريم كريم معلش انا بكلمك قدام الناس دلوقتي. طيب لانه ده الاتهامات اليومين الثلاثه اللي فاتوا ان انتوا بتعملوا دعوات وبتحرضوا الناس وبتعملوا واسقاطوا على الدوله والكلام ده كله. فبتقول لي كل لم يحدث. بص يا فندم معارض عاقل خير من مؤيد جاهل. اللي بيأيد بجهل هو اللي بيفصل مؤيدين الرئيس السيسي عن الناس اللي بيحبوه. صديق الصدوق هو من صدقني القول. صدقني القول لما يشوفني مثلا ان انا رايح لحته ممكن اكون انا مش على قدر كافي المعلومات لكن اقدر اعبر عن رايي ما دام لا بحرض ضد جيشي لا بحرض ضد شرطتي ولا بحضر ضد دولتي وجنبها وقدامها ووراها ولا نسمح لاي كائن من كان ان هو يهدم الدوله. تعهدنا بان احنا مؤيدين مؤسسه عسكريه والكل يعلم مين اول واحد وقف في المجلس العسكري وقف في العباسيه والكل عارف احنا كويس قوي يا استاذ احمد. احنا ما يبقاش ان حد يزاد علينا واحنا نرفض ان احنا نلوث نفسنا مع الناس دي. يعني الاخوان المسلمين اللي كانوا بيقولوا ان الارض حفنة من تراب ولا حفنة من عفن دلوقتي فجأة بقى بيحبوا الارض وعايزين الارض. ده هم اللي بيتلزقوا بقى في الناس مش الناس اللي بيتلزقوا فيهم. بقت اسمها ايه واسمها ايه التانية؟ بيقول لك الارض الارض وهم اللي باعوا الارض وباعوا الوطن وكل واحد بيقول لك مصر احنا عايزين نهج منها كارهين البلد. يعني اللي بيزايدوا في فرق. خلينا نفرق ما بين ناس بتحب الغيران على البلد حقيقي وبين ناس بتزايد على البلد. يعني ناس احفاد البنا اللي كانوا بيقولوا ان هي حفنه من عفن او حفنه مش عارف ايه دلوقتي فجاه الارض بتاعتهم كانوا بيقولوا وسط دي وسط حكم العسكر واللي بيحرقوا في عربيات الشرطه دلوقتي بقى بيحبوا البلد وبيخافوا عليها وعايزينها ترجع. طب بقتها في 11 باي اماره صحيح باي اماره؟ ما انت حرقت البلد اللي انت بتدفع عرضها في 25 يناير وفي 28 يناير هم اللي ولعوا في البلد. بشكرك يا كريم شكرا لحضرتك. معلش استاذنكم هنطلع فاصل اخير وارجع اخد تعقيبات على تساؤلات حضراتكم. ارجع سريعا مع ضيوف الكرام قبل الختام. انه الاعلام منفلت المداخلات اللي جايه ولابد من محاسبه فيش حد على راسه ريشه. لازم يبقى في حساب لان انا حاسس ان الدوله ايدها مش قويه. لازم اي واحد ينفلت. يعني واحنا شغالين دلوقتي في برامج ضد البلد في برامج بتجيب هتافات ضد البلد في رموز للفتنه في الاعلام. اين دور الدوله؟ انا مش عارف بس انا عايز اقول حتتين صغيرين. اتفضل سريع. اول حاجه بالنسبه للناس اللي اشتركت امبارح كان فيهم ناس بالالترس الدم بتاع الاعلاميين دي. النهارده في عبد الشافي السيد ابو المجد ده احنا مين ده؟ ده محامي كان بيعمل فتنه وبيحرض وبيعمل حاجات غريبه جدا تبع وله علاقه بالاخوان في الخارج. بنقول للاستاذ سامي عاشور موقفه ايه والمستشار مرتضى منصور شطب عضويته من مجلس الشعب من مجلس من نادي الزمالك من نادي الزمالك يعني عايز اقول لوزير الرياضه انه يكون له دور في حته الالتراس اللي اشتركوا دول من دخولهم المباريات. الحاجه الاخيره اللي بقولها ان في ناس عليهم علامات استفهام. في رجل اعمال بيعمل قناه جديده ويمكن اول اثنين تم التعاقد معهم ريم ماجد ويسرف هدى. اللي اسمه احمد منصور ده معروف ان كان في جامعه المنصوره شاتم برضو في الدوله وشاتم في الرئيس. اللي اسمه احمد المنصور ده له محاضر سرقه في اسم اول المنصوره ان هو كان بيسرق زمان وفي محاضر سرقه فعلا يعني مش حرامي يعني حرامي رسمي شرعي نظمي. في واحد يعني انا بعتبره ده راجل يعني مش عايز اشوف لفظ بلاش الالفاظ انا قربت اختم ماشي لفظ ما يعني لان انسان غريب جدا كاره لمصر وكاره للجيش. الحيوان اللي اسمه جمال ريان ده يشتم الجيش ويشتم الشرطه. طب ما تشوف بلدك يا عم. طيب اين الدوله من رشا عزب اللي واقفه امبارح تحرض وتشتم؟ اولا كان قدام رابط النقابه الصحفيين كان في اشكال يا جماعه لا يمكن تسيبهم الدوله. اخر حاجه عشان اختم ايوه ايه موقف الدوله من السيده ام خالد سعيد
سافرت المانيا لعمر عفيفي، امريكا لعمر عفيفي، وطلعت من امريكا عشان تعزي ام ريجيني ووقف واجتمعت. دي معلومه ولا كلام بتاع فيسبوك؟ معلومه ولا كلام فيسبوك؟ بقول لك معلومه، والصور موجوده مع الـ 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 الخاين اللي اسمه عمر عفيفي، وراحت هناك وكتبت، عملت فيديو. انا بسال الدوله مين اللي ترجمه لها بثلاث لغات، انجليزي وفرنساوي وايطالي، وبتحرض على الشرطة المصرية وبتقول لأم روجيني لازم تاخد حقك من الأمن المصري. شكرا. أين الدولة من هذه عزمي ومن هؤلاء؟ تطبيق القانون ودولة القانون وسيادة القانون. وانتوا كمجلس نواب، عشان اروح للدكتور سامي عشان اختم، عشان اتأخر زي ما قلت لحضرتك، احنا الدولة القوية لازم تحكمها قوانين وضوابط ومواثيق شرف. فيما يختص الجزء الصحفي والإعلامي، أعتقد أن الدكتور سامي هيبقى أفضل من يتحدث عن هذا الموضوع. أنا هتكلم على الجزئية مهمة جدا اللي هي الجريمة الإلكترونية وجرائم المعلومات. وفي سبيل ده السيد رئيس الجمهورية برضه، عشان ما نبقى مدين لكل حد حقه، إدى توجيه في فبراير 2015 لمجلس الوزراء إن هم يعدوا قانون لده. هو لغاية دلوقتي ما طلعش. أنا بدرت وقدمت قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية لمجلس النواب، عبارة عن 36 مادة بتحاسب كل المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي في عجالة في ثانيتين. حد حضرتك فكرة مبسطة جدا، تنظيم داعش عامل أخطر موقع في المنطقة اسمه دابق. دابق دي لا يستطيع جهاز مخابرات اختراقها، عشان تعرف مدى التقنيه اللي هما بيشتغلوا بيها. ما تكلمنيش على داعش، كلمنا على الاخوان في مصر. لا يا فندم، رصد موجود في مصر، مصر موجود في مصر. عفوا اللي مش عارف ايه مصر العربيه البتاع كله كلمنا عن مصر. ما انا هقول لحضرتك، انت في مصر مش قادر تحظر ده، محظور في الامارات ليه؟ ومحظور في، ما انا هقول لسيادتك ليه، كل الدول العربيه ما عدا مصر. هقول لسيادتك ليه، استخدام الخوادم كلها من الخارج مش خوادم مصريه. عشان كده لما احنا تقدمت بقانون مكافحه الجريمه الالكترونيه علشان نظبط هذا الاداء الى حد كبير. انت عارف حضرتك لو انت ظبطت النهارده شاب بيحرض او بيعمل على الفيسبوك ودخ وعرضته على النيابه بتديله اخلاء سبيل من سرايا النيابه، لان مفيش قانون يحكم. قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه والمعلوماتيه اللي انا مقدمه للسيد رئيس مجلس النواب، اعتقد ان بمجرد تشكيل لجنه نوعيه هيطرح على الجلسه العامه ان شاء الله. دكتور حاجتين، بالظبط. حاجه الاولى، لا لست مبالغا حينما اقول لك لم يعد هناك دولة على الأرض ليس فيها قانون وضوابط لضبط الأداء الإعلامي الإلكتروني بعد ما تأكد خطورته على جميع مستوياته. نعم. وهنا بستغل وجود سيادة النائب المحترم تامر الشاوي، أقول له أرجوكوا قدموا في أجندة التشريعات أولوية لتشريعات الإعلام، لأني خد بالك تشريعات الإعلام ليس لتنظيم الإعلام في حد ذاته سيادة النائب، هي لكي تضبط إيقاع دولة وتبني مناخا إيجابيا. الجزء الثاني يا أستاذ أحمد، أعطيني التلفزيون أعطيك شعبا في البي. أنا مؤمن المؤمنين، كلما زاد مفهوم المبادرة والاستباق بالمعلومة بالتسويق الجيد، كلما ضيقت المسافة على من. طب قدامنا عشان على طول، ده من الحاجات اللي حضرتك جهزتها، ممكن تشرح لنا دي المشروعات اللي شوف ده دي عبارة. اتفضل. بص ارجوك كده معايا من فضلك. ارجوك بص معايا، انا جبتها لك حتى بدون صوت لسبب. خلي الصوره تتكلم. طب السؤال يا استاذ احمد، لما بتحصل حادثه في مدرسه بتبقى حفله ليليه متتاليه الاسابيع متتاليه في كل البرامج، مظبوط؟ صحيح. طيب مشروع زي، بلاش اقول لك معلومه غير الموجوده في الفيلم ده، مين في مصر يعرف ان الاحوال المدنيه دلوقتي كلها بقت اونلاين؟ ده ما حدش يعرف. نعم. سؤال صغير يا جماعه، ليه الوجه المشرق مش واخد منا حقنا؟ وانا بوجهها كله على السواد. نعم. وبوجهها لكل البرامج. سأل السؤال ده. نعم. الرئيس بقى انا ارد عليه اقول له يا سياده الرئيس، طيب. ارجوك زي ما في ميزانيه لكل شيء، لابد ان توضع ميزانيه لتسويق هذا البلد بوجهه الصحيح وبوجه المشرق، والا هتبقى دائما في موقف دفاعي. شرفتوني استاذ النائب. شكرا دكتور. شكرا. اشكرك كابتن. شكرا كابتن شوبير. هيتخانق معانا بقى لنا 10 دقايق واخدين من وقته. مصر مش هتنكسر ابدا.
شاء الله ابدا ان شاء الله رغم انف هؤلاء الاوباش. شكرا لحضرتك وبشكرك شكرا جزيلا. على موقع صدى البلد وكاله الانباء الايطاليه انسا قالت انه طالبه دكتوراه ايطاليه فالنتينا فالنتيانو قتلت في جنيف الاسبوع الماضي. واحده بتدرس دكتوراه ايطاليه اتقتلت الاسبوع اللي فات في جنيف، مفيش واحد اتكلم عنها ولا الدنيا قامت في اوروبا ولا امريكا ولا في اي حته ولا في ايطاليا ولا في اي مكان. هي اتقتلت بدافع السرقه، هي دي ده المعامله ودي التفرقه. تصبحوا على خير.